فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لما أراد موسى عليه السلام أن يذهب إلى موعد الله الذي وعده أن يعطيه صحائف التوراة، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. لما تم الموعد وحان الذهاب إلى مكان الموعد الذي وعده الله، فإنه أوصى أخاه هارون. وهكذا ينبغي لولي الأمر أنه إذا أراد أن يغيب عن رعيته أنه يوصي ويخلف من يقوم مقامه. وقال لأخيه هارون اخلفني في قومي، اخلفني يعني كن خليفة بعدي في سياسة بني إسرائيل، اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذه وصايا، فينبغي لولي الأمر إذا أراد أن يستخلف لعارض من العوارض أن يستخلف غيره، أن يوصيه ويرسم له المنهج الذي يسير عليه من بعده. اخلفني في قومي وأصلح، أصلح فيهم. والإصلاح إنما يكون وفق كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا قال ولا تتبع سبيل المفسدين، فإن سبيل المفسدين فساد وليس إصلاحا. فعليك أن تتمسك بهدي الوحي ولا ترجع إلى أهواء الناس ورغباتهم، فإن كثيرا من الناس لا يريدون التمسك بالشرع، وإنما يريدون تحقيق رغباتهم وأهوائهم، فهؤلاء لا عبرة بهم ولا بقولهم مهما كانوا من الكثرة أو من الغنى أو من الثروة أو من المكانة، فإنهم لا عبرة بهم ما داموا مخالفين لمنهج الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولا تتبع سبيل المفسدين، لا يكون عندك من المستشارين من المفسدين، بل اتخذ وساطة صالحة أهل رأي وتدبير وحسن سياسة. اختر البطانة الصالحة وتجنب البطانة السيئة، لأنهم من المفسدين.